بتاعت الكومباوند بتاعنا. المشروع هنا مساحته 40 فدان. احنا عندنا 3 مداخل للكومباوند، عندنا مدخل رقم 1 من على 90 متر اللي هو بيطلعنا على الطريق الدائري على طول على الاكزيت، بيطلع على الدائري الاقليمي والمحور المركزي، وهنا هتكون الميجا مول وهنا ارض المعارض. وعندنا اكزيت رقم 2 وهنا فوقينا اوتيل لامبرجيني بتاع كومباوند اتيكال على المحور دايركت. وعندنا هنا اكزيت رقم 3 وهنا كومباوند من تاون فيلا اللي جنبينا. البرودكت هنا هو فكرته عباره عن نادي اجتماعي كبير وجواه العمارات، فكل الفاسيلتيز النادي موجوده عندي جوه الكومباوند. الانشاء بنسبه 19% بالظبط، عندي 13 كلاستر كله ووتر فيتشر ومنطقه ليكس ومنطقه لاندسكيب، وهنا في النص مكان الكلاب هاوس عندي. زون دي اللي هي زون السبورت اريا دي واخده 11% من مساحه الارض، دي فيها 6 ملاعب، فيها ملعبين تنس وكره قدم وكره سله، وفيها مول تاني للناس اللي ساكنه جوه الكومباوند. المول ده الدور الارضي بتاعه كافيهات ومطاعم، الدور الاول والتاني محلات براندات نايك واديداس، اغلب البراندات الرياضيه موجوده فيه. وعندي هنا مكان الكلاب هاوس، مكان الكلاب هاوس هنا واخد 7% من مساحه المشروع. الاحمر ده تراك جري وتراك عجل، ده لافف الزون كلها. البيلدنج الابيض ده هو البيلدنج بتاع الكلاب هاوس، ده ارضي واربع ادوار، 3 ادوار تحت الارض ودورين فوق الارض. موجود على الواجهه بتاعته حمام سباحه كبير اولمبي بمساحه 4 حمام سباحه. جوه الكلاب هاوس عندي جيم ساونا وسبا، عندي كيدز اريا، عندي حضانه، عندي سنتر كيتشن المطبخ المركزي اللي بيقدم وجبات منزليه فطار وغدا وعشاء، اكل بيتي بنطلب الاوردر اي وقت احنا عايزينه. عندنا ماتريال الاكل بيجي بياخدها، ما عندناش الماتيريال بيطبخ وبيحاسب بالتكلفه العاديه. دي موجوده عندي جوه برضو الكلاب هاوس. عندي هنا القعدات اللي بره دي هيبقى فيها شاشات عرض اوت اريا، بنتفرج بالليل على ماتشات كوره على افلام واحنا قاعدين مع جيراننا. عندنا هنا في كل كلاستر في 4 عمارات، العماره عندي ليها مدخلين، مدخل من قدام ومدخل من ورا، 2 اسانسير ارضي 7 ادوار، وهنلاقي بالظبط عندي 4 شقق في الدور 1 2 3 4. تمام. الروف عندي عاملين عليه زي لاونج بقعدات باربيكيو شاوي واريات فيتنس اريا، دي موجوده على الروف عندي. ما عنديش ولا بيلدنج على السور، انا عندي ما بينه وما بين السور اقل عرض 25 متر واكبر عرض بيوصل ل 45 متر. تمام. طبعا الشرح انا بشرحه ده زي اللي كاننا قاعدين جوه نادي اجتماعي. طب ايه اللي بيخلي الناس تروح للنادي دلوقتي؟ اغلب الناس بتروح عشان خاطر التمارين بتاعت السباحه لكره القدم وهكذا من التمارين الموجوده. فاحنا تعاقدنا مع 11 اكاديميه دوليه ل 11 لعبه رياضيه، هيكون ليها 11 فرع جوه الكومباوند عندي، منهم 8 اكاديميات احنا مجهزين لهم كل حاجه، هو جاست بيدي التمرين وخلاص اللي هو كورس التمرين بتاعه. الاوفيشالي خلاص احنا تعاقدنا معاها، وكل الدعايات بتاعتنا والاوت دورز بتاعتنا كلها نازله باللوجو بتاعها. وممكن ندخل على الاكونت بتاع اكام على الفيسبوك، هنلاقي فيديو لكل صاحب اكاديميه بيتكلم عن الفرع اللي موجود جوه كومباوند سين سامي. الاكاديميه دي للناس اللي ساكنه جوه الكومباوند بس، اللي حابب يشترك فيها حابب. بنوفر تايم للاب والام فيها في المشاوير بتاعه النادي عشان خاطر التمرين، هم يستغلوا التايم ده في اي حاجه. عندكم اهي جوه الكومباوند، وهيكون في 11 قناه مفتوحه على التلفزيون وعلى الاب عن طريق الموبايل، بحيث وانا قاعد في الشغل وانا قاعد في البيت شايف ورادي هما بيتمرنوا بلايف كاميرا مفتوحه. تمام. احنا نزلنا الموقع شغالين في الكلاستر ده، وشغالين في الكلاستر ده احنا شغالين في 8 عمارات دلوقتي، وده تاني شهر بيع لينا. ده كده بالنسبه لسي 7. طبعا الاستشاري الهندسي ياسر البلتاجي ده اللي منفذ مشاريع ماونتن فيو كلها وابراج العالمين الجديده ومول العالمين الجديد، هو اللي عامل كومباوند السيناريو الاولاني بتاعنا ومول اينافا اللي موجود على واجهه كومباوند سيناريو، وهو اللي عامل سي 7 بكل التفاصيل بتاعته.